في العاصمة صنعاء احتفل العشرات من الكتاب والأدباء والشخصيات الاجتماعية بتوقيع كتاب رياح في قصاصة عنيدة للكاتب الدكتور محمد الشميري، وهو الكتاب الذي جمع بين القصة القصيرة والومضة. أشكر قناة المهرية على حضورها وتوثيقها وإتاحة الفرصة للحديث عن رياح في قصاصة عنيدة. أدري أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: لماذا رياح في قصاصة عنيدة؟ أعتقد أنها سيرة ذاتية لي أنا شخصيا ولكل من اقترف الكتابة واقترف الحياة. رياح في قصاصة عنيدة هي اختصار على أننا نعيش ونصر على الحياة ونصر على الجمال والفن والإبداع. لا حياة بدون الفن والإبداع والجمال. هذا باختصار إجابة على السؤال: لماذا رياح في قصاصة عنيدة؟ صدر الكتاب عن متجر كافي بوك، وهو الإصدار الأول للكاتب. كما قرأ الشميري للحضور بعضا من قصاصاته العنيدة والتي تحمل رياح تجاربه الطويلة. طبعا هو الإصدار الأول لي ورقيا، والخامس من المسودات، والثالث بعد ضياع عملين إبداعيين، ديوان شعري ورواية. فعالية اليوم أو توقيع الكتاب أو الاحتفائية نسميها بأي مسمى، لكنها تظل تحت عنوان واحد، عنوان أبرز هو الحياة والفن والجمال. أكرر شكري لقناة المهرية لأنها أثبتت أن هناك من يلتفت للجمال، وأن هناك من يلتقط بغمزة الكاميرا كلما تجعل الحياة أجمل. شكرا كما يليق بكم. وقد تضمن الحفل معرضا فنيا للفنان نبيل قاسم باسم قصاصات مرنة، وتضمن الحفل أيضا قراءات مختلفة من قبل مجموعة من الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء. كما تضمن أيضا نقدا أدبيا للدكتور قائد غيلان، بالإضافة لفقرات موسيقية لمحمد سلطان وغنائية بصوت الطفل أمجد نبيل. بلشنا في الحديدة في 2017، وبعدين انتقلنا لصنعاء، وحاليا حتى نوزع في عدة محافظات في عدن والمكلا ومأرب وضمار وتعز. يعني والحمد لله المتجر يعني في طور التطور، وإن شاء الله الحق قريبا حيكون عندنا موقع إلكتروني مختص في بيع الكتب لأول مرة في اليمن. لحتى الآن الإصدارات تقريبا 10 إصدارات، آخرهم إصدار الدكتور محمد الشميري رياح في قصاصة عنيدة، ومعنا رواية باللهجة الصنعانية اسمها أقدار ولكن، ورواية للدكتورة نادية الكوكباني رواية صنعائي، وإن شاء الله إلها روايات حيكون قريبا حتصدرهم يمكن مع نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة. وبحسب النقاد فإن الكتاب من غلافه يظهر الدلالات الأنثوية في الخطاب بالمجموعة القصصية، وإن الغلاف يتجنب بعنوانه وصف قصص ويترك ذلك للقارئ. واختتم الحفل بتوزيع نسخ من الكتاب للحاضرين تحمل توقيع الكاتب. وترجع أهمية هذا الحدث باعتبار الكتاب ومضة نور في كومة الخيبات والحرب التي تمر بها اليمن.